النهاردة أنا بقدم لكم ورشة جديدة من اللي أنا بقوم بيها. معرفش أنتوا عارفين النشاط اللي احنا بنعمله تبع الهيئة، وهو أن احنا بناخد شباب يعني ما درسوش السينما قبل كده لكن حابين السينما جدا، وأنا سعيدة جدا بشباب اسكندرية بالذات الحقيقة، لأنه حاسة إن هم بيجوا الورش وهم مقبلين عليها بشكل بيفرحني أنا شخصيا. يعني أنا الحقيقة قبل العرض حابة كتير أقدم لكم زي ما تقولوا فريق العمل اللي بيعمل الحكاية دي، أو يعني الشباب اللي عاملين الحكاية دي. عايزة أكلمكم عن اتنين شغالين في الموضوع ده معايا، ومن غيرهم انا ما اقدرش اشتغل ولا اكمل ولا اعمل اي حاجه. اول واحده طبعا يعني كلكم اكيد عرفتوها من كتر ما انتم شايفينها راحه جايه وعماله تشتغل، هي قولي 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 دعاء صفوت. دعاء صفوت الحقيقه دعاء صفوت عامله زي الجندي المجهول، اللي هي ورا كل الجنود، وهي اللي بتحط الذخيره في المدفع، وهي اللي بتعمل كل حاجه. والحقيقه الورشه من غيرها ما كانش ممكن تكمل على الوجه الامثل اللي موجوده فيه. تاني جندي مجهول هو الاستاذ عمرو الجوهري. عمرو بيساعدني مساعده حلوه قوي، وحابب الطلبه والطلبه كلهم حابينه وبيسألوه بيعرفوا وبيروحوا يصوروا في بيته، وبعدين ابنه بيشتغل بطل في فيلم. ويعني الحقيقة احنا السعادة اللي انا فيها لا تتخيلوها، لان انا حاسة ان احنا فعلا أسرة واحدة. دخلت الورشة عشان بحب التصوير السينمائي، ودي حاجة بحلم بيها من وانا في ابتدائي، يعني انا ادرس تصوير وسينما. حسين أدري. حسين أدري قبل ما نسقف له هو طالب بكلية العلوم جامعة اسكندرية، واكتر واحد في المجموعة بيساعد ال 13 شخص اللي في قلب الورشة. الصندوق الاجتماعي والمالي بتاعنا الأستاذة منى طه. دخلت الورشة لحب الدكتورة منى الصبان. أنا ما كانش في بالي خالص إن أنا بعد ما أنهي دراستي الجامعية وبعد ما الحمد لله أسجل للماجستير أو أحصل على الماجستير وكمان أسجل للدكتوراه ومنخرطة في مجال الحياة العملية، ما كانش بالي إن أنا يعني هنخرط في دراسة تاني وفي كورسات أو تعليم عن بعد أو ما إلى ذلك. سمعت عن دكتور منى، قريت عنها، قريت عن المجهود الكبير اللي هي بتبذله، وإزاي فرصة التعليم عن بعد في مجال السيناريو والإخراج والمونتاج. بصراحة أنا حبيتها الست دي من غير حتى ما كنت اتعرفت عليها أو أعرفها. فما سمعت عن ورشة اسكندرية حسيت أن الفرصة متاحة قدامي، ولقيت اللي أنا فرصة اللي أنا بداية اللي أنا أكون مع دكتور منى. أنا الحقيقة سعيدة جدا بكل الناس اللي معايا خالص. تالت واحدة بقى دي بقى الهيلفول بتاعنا كلنا اللي بتساعدنا كلنا زي حسين، وكمان مش عايزه اقول اكتر من حسين يعني. رشا كمال. رشا بكالوريوس تجاره، عامله دبلومه في الحاسب الالي، وعامله دبلومه في المالتي ميديا من الجامعه الامريكيه والاكاديميه البحريه للعلوم والتكنولوجيا، وهي مصممه اللوجو بتاعنا والتترات الجديدة العظيمة بتاعتنا، أحسن بكتير من اللوجو اللي ادهولنا الهيئة عشان نحطه على أفلامنا. وأنا بصور الفيلم الروائي كان نفسي أعمل لقطات
حركات في اللقطات. فطبعا حركة الكاميرا لازم يكون في معدات معينة لتنفيذ الحركات دي. فأنا حاولت أنا أعمل حاجة يدوية بحيث أنها تؤدي الغرض. فجبت بصراحة يعني هي ما نفعتش، بس أنا جبتها يعني حاولت. فجبت لوحين من الخشب، وجبت شنطة اللي هي بتبقى بتاعت السوق ديت، بتبقى فيها عجل من تحت. فشلت الشنطة منها وركبت الكاميرا الستاند بتاعها على الشنطة اللي هي اللي فيها عجل. وحاولت ان انا اعمل اللوحين الخشب دول يكونوا شريو تمشي عليه العجل اللي عليه الستاند بتاع الكاميرا، لكن المحاولة فشلت لان الخشب ما كانش متثبت كويس، فللاسف ما عملناش الحركه دي. في اتنين بقى عايزاكم اللي تسقفوا لهم مع بعض، وبالصدفه هم قاعدين جنب بعض كمان، عاطف السبروتي واشرف خيري. اتفضل. انا سعيد بالنتيجه وسعيد بثلاث اعمال. عمل اسمه لعبة، روائي قصير دون حوار. العمل الثاني فنان من الإسكندرية تسجيلي يتناول إطلالة على أعمال وحياة فنان سكندري، هو الفنان خالد هنو. والعمل الثالث عنوانه نجيب محفوظ، وهو عنوان مخادع، هو ليس عن أدب نجيب محفوظ ولكنه يتناول جانب تشكيلي. حقيقة أنا دخلت ورشة دكتورة منى الصبان لأسباب، منها أنه أنا كان عندي مشكلة إدارية في العمل بتاعي، وللأسف الشديد كان الإعلام بيحجب هذه المشكلة. فقلت ممكن نفكر في حاجة، أن من خلال ورشة دكتورة منى الصبان ممكن نعمل حاجة، عمل فيلم مثلا أو حاجة من هذا القبيل، نعرض بيها هذه المشكلة، نسلط بيها الضوء على هذه المشكلة، بحيث ان احنا ممكن نعمل من خلالها رأي عام او نعرض حاجة في المجتمع. ده جانب. الجانب الثاني ان انا كنت حابب اصلا ان احط مجموعة من الافكار تساعد في تنمية المجتمع، وعرضت الافكار دي على دكتورة منى على اساس يتم تنفيذها من خلال الدكتورة منى والورشة وفريق العمل اللي معها. لكن لقيت ان الدكتورة منى بتقول ان انا اجي بنفسي ممكن انا انفذ الافكار ديت، وبالفعل ابتديت ونفذنا بعض الافكار يعني. هيثم دياب. هيثم بقى لسه متخرج من هندسة اتصالات كلية الهندسة جامعة اسكندرية الترم دول اللي فات ده، يعني من شهرين ثلاثة مثلا. وبالرغم من ده كله الحقيقة، وكان عنده البكالوريوس وبيذاكر، انما هو من اوائل الناس اللي تقدم الشغل. وظريف انه لما تقعد مع هيثم تحس انه الحياة حلوة. الأستاذة إيمان عبد الرؤوف. أنا دخلت الورش عشان أنا بحب السينما وتحديدا الإخراج. الورشة أضافتني إن أنا يعني في حياتي الشخصية، أنا شخصيا لما بقيت أشوف حتى أفلام في حاجات ما كنتش ببقى فاهماها، زوايا لقطات ما بقاش عارفة هو معمولة كده ليه، دي جاية من تحت ليه، دي جاية من فوق، لقيت إن لها معنى. فلما درست في الورشة فهمت أنا الحاجات دي كحاجة شخصية بالنسبة لي، أنا فهمت كل التصوير ده معمول ليه، اللقطات دي متجابة من هنا ليه، المخرج كان قصده بيها إيه، عايز يوصل للجمهور إيه في حاجة زي دي. قبل كده طبعا ما كنتش أعرف الحاجات، كنت بتفرج جايز في حاجات مبهمة كتير أنا مش فاهمة. مؤمن عبد السلام.
فين؟ اهلا. مؤمن بقى ده الدونجوان بتاعنا ده. مؤمن طالب في كلية التجارة جامعة اسكندرية طبعا، والحقيقة بالرغم من انه هو بيذاكر بطريقة جامدة جدا، لكن بيعمل الشغل اللي انا عايزاه كله على طول على طول. لا هو مؤمن رائع، وهو اخر واحد يقدم الفيلم، لكن يعني الفيلم يبقى حلو. الحقيقة انا يعني دخلت الورشة عشان حبيت اخراج الافلام، افلام اللي هي السينما، وحاسس ان حاليا يعني السينما عندنا الى حد ما يعني ساعات نشوف افلام كويسه وساعات يبقى في افلام يعني مش كويسه للاسف، فبحاول كده ان شاء الله يعني نشوف افلام كويسه. يعني حبيت ان انا ابقى مخرج للافلام سينما. Oh no, I see a spiderweb is tangled up with me and I lost my head and thought of all the stupid things I'd said. الحقيقة الورشة أضافت لي حاجات كتيرة جدا، يعني تعتبر هي البداية، يعني ازاي ابتديت وابتديت ان انا اصور، و يعني حاسس ان انا كاني في معهد سينما بالظبط. يعني الناس اللي الحاجات الناس بتاخدها في معهد سينما انا باخدها هنا، بالعكس ده انا هنا في اسكندريه مش مسافر. العمليه ألذ يعني او فيه، بس طبعا هي مرهقه بقى، يعني كان يعني لسه طبعا الامكانيات قليله، فربنا يسهل ان شاء الله تشوف حاجه كويسه في الافلام بتاعت الورشه ان شاء الله. دلوقتي بقى الست العظيمه بتاعتنا بتاعت الادويه فاتن سيف الدين، فاتن صيدلانية بكالوريوس صيدلة. تعرفوا على إيناس شوقي لأنها دكتورة في علم النفس في الأمراض النفسية، وأنا الحقيقة اخترتها عشان كنت فاهمة أن عندها شيزلونج زي الأفلام العربي، هنام عليه وأقعد أقول لها اللي في مجنون قلبي، طلع ما عندهاش. بس الظريف الموضوع أن الفيلم بتاعها عن واحد عنده مرض نفسي. اتفضلي يا خلود. هي طالبه بالفرع الرابعه بكليه سياحه وفنادق. طبعا هي بقى بعد كده هتصور اسكندريه رايحه جايه بالكاميرا وتعمل افلام عن اسكندريه في السياحه بتاعتها، يعني نشيطه جدا 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 حقيقه، بنت نشيطه قوي. كلنا على هذه الارض، ارض الله، كلنا مسلمون ومسيحيون ويهود، كلنا نعبد الله ولا نشرك به أحدا. من أجل كل هذا اتخذت قراري، ولقد تحملت وأتحمل متطلبات المسؤولية التاريخية. كل تحية يا
الاستاذه الكبيره نعمه الصفار اللي هي الاولى الاستشاريه على رأس المحافظات والاسكندريه تسعى وتفخر ان تكون الدكتوره نعمه الصفار على رأس ما يقدم ثقافه رفيعه بها. اشكركم شكرا جزيلا.